مساء الخير من جامعة الحكمة، بيسعدنا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج مناظرة حرة. هالبرنامج الجديد والغير تقليدي اللي من خلاله منستضيف ضيوف من أهل الفكر والثقافة والاختصاص تيتحاوروا حول موضوع معين. كل ضيف بيعرض وجهة نظره مع الأدلة والحجج، وبيتناظر مع المتناظر الآخر اللي بيخالفه الرأي. حبينا من خلال هالبرنامج نقدم لكم نموذج آخر من الحوار الكلامي، يكون مبني على المنطق والأدلة والحجج، ويكون بعيد كل البعد عن الجدل العقيم اللي للأسف عادة منشوفه في أغلبية الحوارات التلفزيونية، حتى تقدروا تكونوا فكرة بكل حرية وبكل معرفة عن الموضوع المطروح وتاخدوا القرار المناسب. بدي أذكر ببعض القواعد والأصول اللي رح نتبعها بإجراء هالمناظرة بموافقة ضيوفنا طبعا. أول شيء الالتزام بالفترة الزمنية المخصصة لكل مداخلة، عدم المقاطعة، عدم الخروج عن الموضوع، وتوجيه النقد إلى الكلام وليس إلى المتكلم. من جهتي أنا بصفتي عم دير هيدا الحوار طبعا بلتزم الحيادية تجاه الموضوع المطروح، وإلي حق ذكر الضيوف بهالأصول والقواعد إذا خرجوا عنها. موضوع الحلقة اليوم بيتطرق لقضية مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، وبيتناول بالتحديد مسألة تبني الكوتا النسائية في قوانين الانتخاب. الكوتا النسائية هي مسألة بموجبها بينفرض بقانون الانتخاب بيتخصص عدد معين من المقاعد النيابية في البرلمان من أجل تعزيز مشاركة المرأة في مراكز القرار. في جدل حول هذه المسألة، في ناس مع في ناس ضد، وبالرغم من التعاطف الكلامي الصادر عن أغلبية الأحزاب السياسية، بعد لهلأ لم تعتمد الكوتا النسائية في قانون الانتخاب، وبعد لهلأ للأسف المرأة مغيبة ومهمشة من مراكز القرار السياسي. حسب التقرير اللي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014 حول قياس الفجوة بين الجنسين، لبنان بيحتل المرتبة 141 من بين 142 دولة، أي ما قبل الأخيرة من حيث مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مما بيظهره من أكثر البلدان تخلفا في العالم في تحقيق المساواة الجندرية، كما أنه متخلفا عن جميع الدول العربية والخليجية في هذا المجال. فهل يساعد تبني الكوتا النسائية في قانون الانتخاب تعزيز المشاركة النسائية في مراكز القرار؟ وما هي الحجج اللي بتأيد هالفكرة أو اللي بتعترضها؟ لمناقشة هالموضوع بصرنا أنه نستضيف اليوم سيدتين رائدتين في النضال من أجل حقوق المرأة، السيدة حياة أرسلان، أهلا وسهلا فيك. السيدة أرسلان حائزة على بكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية في بيروت، ناشطة في الشأن الاجتماعي وبالتحديد في مجال تأهيل المرأة وتمكينها اقتصاديا، مؤسسة ورئيسة جمعية لبنان العطاء الخيرية التعاونية الحرفية اللبنانية وهيئة تفعيل دور المرأة في القرار الوطني، كما أنها عضو مؤسس وفاعل في عدة جمعيات ولا سيما طاولة الحوار للمجتمع المدني، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمجلس النسائي اللبناني. لها كتابات ومحاضرات في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي ودور المرأة. منرحب كمان بضيفتنا السيدة أمل أبو فرحات مبارك، أهلا وسهلا فيك. السيدة أبو فرحات صحفية ومستشارة متخصصة في الموارد البشرية، ناشطة اجتماعية وسياسية في حقوق المرأة والمجتمع، حاصلة على شهادة ماجستير في الصحافة والإعلام والتوثيق من كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية، حاصلة على شهادات تدريبية في الموارد البشرية وتنظيم هيكلية الشركات والنوعية في الإدارات.
قبل ما نبتدي بحوارنا صرنا عم نجري كل مرة استطلاع رأي مع طلاب جامعيين حول الموضوع المطروح. خلينا نشوف سوا التقرير اللي بيعرض هذا الاستطلاع الرأي للطلاب الجامعيين، شو رأيهم، هل هم مع أو ضد الكوتا النسائية؟ ومنرجع معكم. بالنسبة للكوتا النسائية، هل أنت مع يصير في كوتا للمرأة كرمال تقدر توصل على السلطة؟ إيه أكيد، بصير أحسن إذا المرأة حكمت، بيبطل في مشاكل لأنه المرأة مسالمة أكثر. ما لازم، لا ما لازم كوتا، لأنه لازم تطلع مثل الرجال، يعني يكون عندها العدد النص، يعني اللي بده يترشح يترشح، ما يشوف يقول نحط لها نحصرها بعدد معين من النواب أو من الوزراء أو بالبلدية أو بحالها منصب سياسي، يعني ما لازم يكون في كوتا. إيه أكيد، لأنه مثل ما الرجال حقه يتعلم ويوصل لمراكز، المرأة لها حق تتعلم توصل لمراكز. ليه بدها تتعلم؟ أوقات المرأة بتنفع أكثر من الرجال، إنه وصلنا لعصر مثل بعض، نحن أصلا خلقنا مثل بعض، نحن لنا حق نتمثل، هن لهم حق يتمثل. إيه بفضل إنه توصل على السلطة، لأنه هلا جربنا إنه في رجال كثير بالسلطة وما ما ما عم ينفعوا، بالعكس عم يسرقوا هيك، فالبنت بلكي بتكون أحسن منهم، لأنه بيكون عندها الشيء، يعني انه ايمان بالبلد وهيك، يعني فيها تحسنه بعتقد اكثر من الرجال. ايه لانه المرأة طول بيكون اكيد لها راي وحقها تحكي بالمجتمع اللبناني وبكل المجتمعات العالم، بس بلبنان انه ما بيعززوا المرأة، مفكرين انه هي اقل من الرجال، فكر الرجال فيه هو يتحكم بكل شيء، بس مش على طول الرجال بيكون اقوى من المرأة، المرأة عندها راي اقوى من الرجال وعلى طول فيها تحل مشاكل اكثر من الرجال، لانه بحلوها بالعنف، المرأة بتحلها بالحكي وبالنعومة، فأنا أكيد بتعزز بمجلس النواب وإجباري تعزز بمجلس النواب. لا، إذا بتعرف معدل النساء بالعالم 51%، ففي لهم كوتا لما خلقوا، فالكوتا زيادة صار بدنا حقوق الرجل كمان. يعني أنت مش مع الكوتا؟ لا، مش لأنه محدد لكوتا. في فيها توصل يعني. أكيد ليه ما وصلت لحديث هلأ؟ وصلت، كيف ما وصلت؟ في اثنين بالمجلس، المجلس مجلس مجلس ما عندهم صلاحيات، شوفوا مجلس قضاء الأعلى، شوفوا كل المنصب، شوفوا الشركات، نحكي مجلس النواب، مجلس النواب ما لح يقدم ولا يأخر. الكوتا حتزيد الفرق، لأنه أنت بس بدك تحدد أنه بمجلس أو ببرلمان أو بحي لهذا في عندك عدد للرجال وعدد للنسوان معين، هذه لحالة ديسكريمياسيون، يعني أنت مفروض يكون في عندك بس على الكفاءة، ساعتها عن جد بتكون عم تستفيد، عم تكون عم تعمل شيء، يعني عم بتفيد، عم تخلي يصير في تطور. بس لما تحدد انه عندك مثلا بورسنتاج معين، هذا لحاله ديسكريميناسيون للمرأة، هن اللي ما لازم يقبلوا فيه. بالنسبة للكوتا النسائية، حسب المرأة في هي كيف راح يكون اول شيء برنامجها السياسي، كيف راح تأثر بالرأي العام اكيد يعني، وكيف حتخلق يمكن شيء جديد، او حيكون هي بتحدد الدوره اذا بتفعله او لا. بس هيك برايك لازم نعمل كوتا نخليها؟ ايه اكيد، لان اكثر على المجلس. ايه اكيد، مش طبيعي يعني، خلص المره مثل الرجل صارت مسوا. اكيد يعني انه صار وقت انه تصير المره تشترك بالمجتمع، واذا وصلت انا بظن للمجلس السياسي، يعني على القليل فيها نحن نطبق حقوقنا من وراها، يعني هي بتشد انه بتدافع حقنا غير الزلمي، لانه ما راح يدافع مثل ما هي. لا، خلي السياسيين رجال يكونوا احسن، النسوان اقليات، لانه بعد شوي المراه يعني راح تنزل وتحارب. لا، كل واحد ياخذ دوره يعني، والمراه فيها تبرع بغير السياسه يعني. طلع لا، مثل ما شفنا الآراء مختلفة، في ناس مع في ناس ضد، وفي مداخلة السيدة الأخيرة مميزة شوي، هلا بنرجع بنعلق عليها مع ضيفتينا. بس بالأول خلينا نقرر مين راح تنقرر مين راح تكون المتحدثة الأولى، راح نعتمد السحب بالقرعة. في عندي أسامي ضيفتينا موجودين هون، وراح أطلب من إريكا انه تجي اطويهم منيح، واطلب من اريكا تسحب حتى عم نعتمد هالعرف اذا بدكم، تنكون عادلين مع المتحدثين. والمتحدثة الاولى هي مدام امل مبارك.
مدام مبارك عندك 3 دقائق حتى تعرضي لنا وجهة نظرك. انت مش مع الكوتا النسائية، ما بتفتكري انه بتساعد لتعزيز مشاركة المرأة في السياسة؟ انت اكيد مع مشاركة المرأة في السياسة، بقى فسري لنا ليش ما بتحبزي تبني الكوتا النسائية لتعزيز المرأة، مشاركة المرأة في القرار السياسي. مساء الخير للجميع وصباح الخير للجميع. أنا عندي 3 نقاط محددين بدي أحكي فيهم، طبعا لأني مش مع الكوتا. أنا طبعا مع حقوق المرأة وامرأة مناضلة، خلقت مناضلة، بس هالثلاث نقاط هني كتير مهمين بالنسبة لي. أنا يعطي أنه المرأة شريكة وليست مساعدة، وإذا كانت شريكة هي عليها تعرف شو لازم تعمل من دون ما تطالب حدا يعمل لها. تاني نقطة، كنت رح أرضى بالكوتا لأنه أنا من المطالبين بمشاركة المرأة بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكل شيء، وبالطبخ وبالمطبخ وبالتربية لأنه الاعتماد كله عليها. بس كنت رح كون مع الكوتا لو في عدالة اجتماعية بلبنان. بلبنان ما في عدالة اجتماعية، هن الرجال مش منيح بحق بعضهم، والمشكلة هي المرأة، بحق المرأة بحق نفسها. بفضل قول سيدة ما تواخذوني، لأنه هي مش مقامنة بحالها وخايفة من ردات فعل المجتمع إذا هي تحشت واشتغلت سياسي أو شيء مهني بيشتغلها الرجال ومفروض بينجح فيها. فأنا إذا كنت 50% من المجتمع ليه بدي حدد حالي ب30؟ مش مجبورة حدد حالي ب30. إذا عندي كفاءة، إذا عندي قدرة، إذا عندي علم، إذا عندي ثقافة، إذا عندي ثقة إنه فكرتي أو سياستي أو اقتصاد أو أي شيء ممكن يوصل، بوصله إذا كنت امرأة أو رجل. ومني مستعدة أطلب من ولا أي رجل، بما أنه نحن هلأ اللي حكمينا رجال أو ما يشبه، ما مستعدة أطلب منهم أبدا يعطوني كوتا، لأنه هن أصلا خايفين من قدرة المرأة لإعطاء الكوتا. نقطة أخيرة بدي أحكي فيها، الشباب والشابات هن يلي لازم يتمرسوا ليكملوا مسيرة حقوق المرأة، إن كان بالسياسي ولا بالاقتصاد ولا بغير شيء. المعاهدات العالمية مثل سيداو طالبت بعدم التمييز، ولبنان ماضي هالمعاهدات مثل هالمعاهدات وغيرها. التمييز معناتها discrimination، 30% أو 20% أو 5% أو 15% معناتهم عم حدد نسبة اشتراك المرأة. أنا بدي امرأة كفوقة تشترك، مش لأنه امرأة توصل بالسياسة أو بغير السياسة. مرسي. شكرا مدام مبارك. رح ننتقل مع مدام حياة أرسلان تقلنا ليش هي من أكثر المناضلات لتبني الكوتا النسائية. مساء الخير. أنا مثل ما عرفت عني مدام نادين حياة أرسلان، رئيسة هيئة تفعيل دور المرأة في القرار الوطني. هالهيئة هاي تأسست من شان الطالب بالكوتا، يعني بهدف محدد واحد اسمه المطالبة بالكوتا. ووقت اللي منوصل مناخد الكوتا بيتحول مطالبتنا ونضالنا إلى شق آخر من حقوق المرأة أو حقوق الإنسان في لبنان كإنسان مش فقط كمرأة. هلأ أنا مع الكوتا لأن الكوتا برهنت فعاليتها بأكثر دول العالم تطوراً، وما أقرتها المواثيق الدولية مثل ميثاق بيجينج إلا لأنه برهنت فعاليتها. أشارت السيدة أمل إلى سيداو، يعني المعاهدة اللي هي ضد التمييز ضد المرأة. سيداو انعملت سنة 1979، أقرت لقوا أنه ما عملت أي نوع من الفعالية، لذلك سنة 96 يعني بعد 16 سنة قرروا أنه لازم يكون في كوتا، لأن سيداو لحالة بدون ما تدعم بكوتا ما كانت قادرة توصل المرأة ولا كانت قادرة على إزالة التمييز ضد المرأة
اللي يلي لقوا انه في لها لزوم. يعني نحن هون بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه ماشي بتقر المواثيق الدولية او الامم المتحدة الا لانه له لزوم. يعني ما في شيء اسمه ترف لا بالدول المحلية ولا على مستوى الصعيد العالمي. فلذلك لو ما كان في زوم للكوتا ما كانت مطلوب انها تعتمد. بعدين قد يقول قائل انه لا ومش قائل كتار بيقولوا وين الكفاءة. انا بدي اسأل مرة او رجال او مين ما كان حتى الموظف واصغر موظف ببلدنا، هل نظامنا يعتمد الكفاءة ولا مرة ما اعتمد الكفاءة؟ لذلك لازم بالأول نفتح له تشانلز، نفتح الطرقات يلي بتوصلنا على كل إنسان يلعب دوره وبعدين منختار الكفوء. شكرا. شكرا سيدة حياة أرسلين. رح ننتقل هلا لطرح الأسئلة لضيفتينا. منبلش بسؤال مع سيدة أمل أبو فرحات، عندك دقيقتين تجيبي على السؤال وسيدة أرسلين تقدر تعلق أو ترد بدقيقتين والكلمة الأخيرة بتكون لك. سؤال اللي حابين نطرح لك، إذا ما في كوتا معتمدة بقانون الانتخاب، كيف برأيك رح تقدر تتمثل المرأة في مراكز القرار السياسي وشو عندك حلول بديلة للكوتا لتوصيل المرأة إلى مراكز القرار؟ في طريقتين سيدي نادين. إذا كانت المرأة داخل بحزب بدها تصر وتثابر داخل حزبها ليوصل صوتها كمرأة، والطالب إنه أنا مثلي مثلك مفروض أنا انحط بالواجهة وقت يكون عندي مشروع كفوق ممكن يوصل ممكن يساعد. إذا ما كانت متحزبة بدها تشتغل بتعبها بصراحة، وفي عنا أمثال كتير حضرتك واحدة منهم، بدها تضل تناضل لأنه ما في حدا دعمها، ما في سياسي معها، ولا بل بالعكس في سياسيين بيخافوا من صوتها لأنه بيقول الحق إذا منه مرتبط بلون معين، لون سياسي معين. وهذه المشكلة اللي أنا بوجهها ويمكن أنت ويمكن عديد كتير منا، لأنه ما حدا له صوت بيوصل بولا وسيلة إعلامية بهالبلد إلا من خلال ما يكون له لون أو واسطة أو داخل بشبكة فساد أو إلى آخره. ففي طريقتين، يا هي بالحزب بدها تقاوم بدها تناضل وتطالب، يا بدها تضل تناضل. أنا بالنسبة لي ما بدي أتحدد ولا بأي برسنتاج، أنا وشطارتي. شو رأيك؟ رأيي أنه الأمثال على الأرض ما بتدعم وجهة نظر لمدام أمل أبدا. ونحن واحدة من الأشياء البسيطة جدا اللي الكوتا برهنت فعاليتها حتى لما ما اعتمدت بلبنان، أنه إذا بناخذ سنة 2004 الانتخابات البلدية جبنا 215 مرأة على كل الأراضي اللبنانية، ما اعتمدت الكوتا، إنما ارتفع صوتنا نحن بالمطالبة على الكوتا. ونحن تأسسنا سنة 2004 الهيئة تبعيتنا وعملنا كتير مؤتمرات وما سكتنا، لبل زعجنا العالم نحن ونطالب عبر الإعلام. بالتالي بانتخابات البلدية بال 2010 بعد 6 سنين جبنا 570 مرأة، يعني أكثر من الضعف جبنا بمجرد الحكي والمطالبة اللي وعت المرأة على أنها لازم تتدخل وتفوت على المجال السياسي، وبذات الوقت عودت فكر الناس أنه إيه المرأة غايبة لازم تجي. فلذلك أنا بقول ضرورة اعتماد الكوتا وليس محدودية الكوتا، لأنه أقله 30%. ما حدا بيقول المرأة بدها تلتزم ب 30% وما إلها أكثر. تنص قانون الكوتا ينص على أقله 30%. تحبي تردي بس تعلق؟ ثبت وجهة نظري باللي قالته ست حياة، لأنه من خلال هالنضال الطويل صار في مثل ما قالت ست حياة 500 وقدي ضووا وبينوا بعد ما في كوتا. يعني معناتها النضال الشخصي غير لا, لا لا يجب ان يحدد بولا رقم. يدعمه القوانين والتشريعات ما بخلص عمرنا وبعدنا ما وصلنا لمطرح. ماشي مايك حق ست حياة، بس انا ما بآمن ولا بوثق بولا سياسي بلبنان، فما حدا رح يمضي لنا قانون، مشان هيك رح نضل الناضل.
طيب في سؤال بدنا نطرحه لست حياة. الدستور اللبناني مثل ما بتعرفي بينص على المساواة بين جميع اللبنانيين في الحقوق والواجبات. ليش هالضمانة الدستورية برأيك ما كانت كافية لتوصيل المرأة إلى مراكز القرار؟ في واقع اجتماعي وفي موروثات بنظام حياتنا، ونحن بعدنا شعب مش ناضج، ونحن بعدنا شعب من العالم الثالث. هيدي كلها أسباب وموجبات لأنه تأخر وجود المرأة، وتأخر حتى الرجل الكفوء على أنه يكون هو اللي ماسك السياسة. نحن ببلد منعرف أنه في 6 زعماء مسيطرين على البلد وبيمشوا البلد مثل ما بدهم، والأكيد الأكيد أنه بيعملوا وبيسعوا لكل أنواع الطرق والوسائل لأنه يضلوا هن قادرين يمسكوا البلد. عم بيرجعونا كتير للطائفية وبيوصلونا كمان للمذهبية لصالحهم، عم بيخلوا القوانين يكون أكل الدهر عليها وشرب وواقع عنا التحديث كله كرمال مصالحهم، وعم بيقدروا يعملوها وعم بينجحوا انه يخلوا البلد رهينة بايدهم، بس لانه ما في شعب يطالب ويحاسب ويقول لهم وقفوا عند حدودكم. شو تعليقك سيدة؟ انا بدي هون بدي كون مع ست حياة، يعني بمية بالمية ما في عندي شيء يقوله، الكل اللي قالته مظبوط واكتر. بدي زيد انه مش بس ما عم بيخلوا صوت تاني يوصل او تالت غير هالستة اللي مسيطرين بشبكة عنكبوتية على هيدا البلد، عم تتحارب المرأة حتى جسديا. يعني وقتها كنا عم ننزل قدام مجلس النواب نطالب بقانون العنف ضد المرأة، حضرتك بتعرفي ست نادين مثل ما أنا شفت وانت شفتي وتعرضنا، ما فرقت معهم إذا ست ولا رجل، كنا عم ناكل ضربات بكعب البارودة تنبعد، لأنه تبع حرس المجلس طبعا، لأنه عم نطالب بشي بيأذي الرجال. سلطة العنف هي اللي مسيطرة على العقل ولا الرجال. أكيد مش هو اللي حيقرر للكوتا، وأكيد ما رح واجهه بالعنف. أنا بدي إنسان منفتح متساوي شريك لألي، ساعتها بفكر إذا بطالب بالكوتا. حبت زيد الشيء بس يمكن غلطة لغوية صغيرة، اللي نحن عم نطالب ما بيأذي الرجال، بيأذي المتسلطين على القرار. عفوا معك حق ست حياة، متسلطين صح.